تشهد مصر في الفترة الأخيرة حالة من النهوض في مجال البناء العقاري في جميع محافظاتها، الأمر الذي خلق معه مجتمعات جديدة، وهو أمر هام للوطن، ولكن الأهم هو بناء العقل للمواطن. من هنا نشأت فكرة مركز توت للفنون، وتوت هو إله الحكمة والفنون لدى المصريين القدماء. مشروع مركز توت لفنون المجتمع. مركز توت لفنون المجتمع هو مركز ثقافي فني اجتماعي متكامل يسعى لدمج الفن والثقافة في المجتمع ليوفر مجموعة من الخدمات الثقافية والفنية والاجتماعية في مناطق تخلو من الخدمات المماثلة في المجتمعات الجديدة بشكل خاص وفي مصر بشكل عام. يهدف المركز لأن يقوم بدور حاسم في بناء العقول للمساهمة الجادة في حرب الدولة على الإرهاب والتطرف والعنف. يتكون المركز من أولاً قاعة مسرح تضم 200 مقعد بخشبة مسرح غير ثابتة، ثانياً قاعة مكتبة وتضم 50 مقعداً، ثالثاً قاعة للاستماع الموسيقي وتضم 20 كابينة، رابعاً قاعة للسينما وتضم 20 كابينة لعرض الأفلام العالمية والعربية والمصرية، خامساً مسرح مفتوح لاستخدامه في العروض المسرحية ذات الطبيعة الخاصة أو الحفلات الموسيقية الصباحية والصيفية، سادساً حديقة عامة للتنزه وتضم 30 بنشاً للجلوس وبها مقهى ثقافي يصلح كمكان للكتابة واللقاءات الثقافية بين المثقفين والفنانين لمناقشة مشروعاتهم، سابعاً قاعة للفن التشكيلي لإقامة معارض الفنون التشكيلية. إدارة المشروع: يخضع المركز لإشراف صندوق التنمية الثقافية إدارياً ومالياً، ويتم ذلك عبر بروتوكول يضم صندوق التنمية الثقافية وأكاديمية الفنون ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية ونقابة المهن السينمائية ووزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية. التمويل: يتم تمويل المركز ونشاطاته من تبرعات رجال الأعمال والبنوك المصرية، مثل النموذج الرائد الذي يقدمه البنك الأهلي المصري، وتخصص المحافظات الأراضي المقام عليها مشروع المركز، وتوفر وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية الاحتياجات الفنية، كما توفر وزارة الاتصالات الأجهزة وشبكة الإنترنت الخاصة بالمشروع، وتتولى أكاديمية الفنون ترشيح فرقها المتميزة في كل المجالات لإقامة الحفلات والعروض، وتتولى النقابات الفنية ترشيح مشرفين من كوادرها للإشراف على قاعة المسرح، قاعة السينما، قاعة الموسيقى، المكتبة إلى آخره، على أن تخضع جميعها مالياً لصندوق التنمية الثقافية. مركز توت لفنون المجتمع. بناء العقل.